اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لولده الإمام الحسن صلوات الله عليهما في وصيته العظيمة والمشهورة والكبيرة عند انصرافه من صفين: ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي هذا، أي وصيته له صلوات الله عليهما، فكتبت إليك كتابي هذا مستظهرا به، يعني مستعينا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت. في هذه الكلمات الإمام بأبي وأمي يبين اتحاده بولده. الإمام الحسن صلوات الله عليه ولد في السنة الثالثة للهجرة، واستشهد بأبي وأمي سنة 49 إلى 50 من الهجرة. سماه رسول الله صلى الله عليه وآله حسن والنعم. بعد 11 شهر من ولادته ولد الإمام الحسين صلوات الله عليهما، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله حسين، يقول البعض حسين تصغير لكلمة حسن. لازم رسول الله صلى الله عليه وآله في حياتهما، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يصبر على فراقهما، حتى إذا خرج إلى المسجد فكان يأخذهما معه. وكان صلوات الله عليهما من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولازم النبي صلى الله عليه وآله ملازمة نور الشمس للشمس. يحمل الإمام الحسن بأبي وأمي على منكبه الأيمن، ويحمل أخيه الإمام الحسين صلوات الله عليه على منكبه الأيسر. يفوت أبو بكر يقول: نعم المركب، ركبتما يا غلامان. فيقول له النبي صلى الله عليه وآله: ونعم الراكبان هما، وهما ريحانتاي من الدنيا. كان الإمام الحسن صلوات الله عليه شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث يقول له النبي صلى الله عليه وآله: أشبهت خلقي وخلقي. كان بأبي وأمي سهل الخدين، يعني عنده استرسال في خديه، ليونة في خديه. كان بأبي وأمي دعج العينين، الدعج يعني سواد العينين مع سعتهم. كان بأبي وأمي عظيم الكراديس. شنو يعني عظيم الكراديس؟ الكراديس كل عظمين يلتقن في مفصل، يسمى هذا الالتقاء بالكراديس، فكان عظيم الكراديس. كان له
رقبة كإبريق فضة تشبه رقبة النبي صلى الله عليه وآله، وتشبه رقبة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كان له حلم يوزن به الجبال باعتراف أعدى أعداء الإمام الحسن مروان بن الحكم. يقول كان للحسن بن علي حلم يوازن به الجبال، كان بأبي وأمي متواضعا بحيث يمر الإمام الحسن صلوات الله عليه على بعض الفقراء يأكلون كسيرات على الأرض، يقولوا له هلم معنا يا ابن رسول الله. ينزل الإمام الحسن بأبي وأمي ويقول إن الله لا يحب المتكبرين، فيأكل معهم ثم يدعوهم فيطعمهم ويكسوهم. كانت له هيبة تشبه هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله. معاوية يقول ما رأيت الحسن إلا وخفت من مقامه وعيبه لي. هيبته تشبه هيبة النبي صلى الله عليه وآله. كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وآله. يشوف أبو بكر يلعب مع الصبيان يحمله على عاتقه ويقول بأبي شبيه بالنبي، ليس شبيها بعلي وهو يضحك. كان صلوات الله عليه شديد العبادة، إذا ذهب إلى المسجد قال يا محسن أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما تعلم مني بجميل ما عندك يا كريم. كان إذا ذكر الموت أمامه بكى. حج 25 حج ماشيا النجائب تقاد بين يديه. نعم كان كريما وهو كريم آل محمد. قاسم الله تعالى ماله مرتين وقيل ثلاث مرات، وأعطى ماله كله لله تعالى مرتين. فاصل قصير وللحديث تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. يأتي إلى الإمام الحسن رجل يقول له لم يبق عندي ما يباع بدرهم يكفيك عني منظري من مخبري إلا بقايا ماء وجه صنته ألا يباع وقد وجدتك مشتري. يقول للإمام الحسن بأبي وأمي عاجلتنا فأتاك وابل برنا، طلوا ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل فكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. خلينا نشوف مواجهات الإمام الحسن صلوات الله عليه مع الظالمين. يقول معاوية ما رأيت الحسن إلا وخفت مقامه وعيبه لي. مو لما خطب معاوية في الكوفة عندما نزل فيها نال من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ونال من الإمام الحسن، كانوا الإمامين الهمامين صلوات الله عليهما
قاعدين، قام الإمام الحسين تكفل بالرد عليه، أخذ بيده الإمام الحسن فأجلسه، فقام إليه الإمام الحسن قال: أيها الذاكر عليا، قال له: شوف، أنا الحسن ابن علي وأنت معاوية ابن صخر. قال له: أنا أمي فاطمة وأنت أمك هند. قال له: أنا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت جدك عتبة ابن ربيعة، هذا المكذب. قال له: أنا جدتي خديجة صلوات الله عليها وأنت جدتك قتيلة، فلعن الله أخملنا ذكرا، فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا وشرنا قديما وحديثا بعد وأقدمنا كفرا ونفاقا. هذه الرواية يرويها الشارح المعتزلي، يقول: قالت طوائف في المسجد من الناس آمين، ويذكر الشارح المعتزلي: وقال فلان قال فلان آمين، بعض اللي رووا الرواية، وقال فلان قال فلان آمين، إلى أن يصل يقول: وقال عبد الحميد الكاتب، اللي هو نفسه يعني الشارح المعتزلي، آمين. هذا هو الإمام الحسن صلوات الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. ويجون هؤلاء الذين لا تلتقي بذمهم الشفتان استصغارا لقدرهم، يقولون: الحسن ابن علي سلم الأمر المعاوية، كلا وألف كلا. الإمام الحسن صلوات الله عليه عقد هدنة، وهذه الهدنة أولياء الله تعالى يعقدوها مع الأعداء. موجود رسول الله صلى الله عليه وآله عقد الهدن بينه وبين الأعداء. أولياء الله تعالى عندهم هدن، موجودة عندهم هدنة، استعملوها للهدنة مع أعدائهم. الإمام الحسن صلوات الله عليه بعد ما أيس، بعد ما اضطربت الأمور، بعد ما رأى معسكره مضطرب، عقد الهدنة مع معاوية حقنا لدماء المؤمنين. والويل ثم الويل ثم الويل لكل من يقول هذا الحديث المكذوب، إن هذا ولدي الحسن سيد وسيصلح الله به فئتين من المسلمين، هذا حديث مكذوب وهذا حديث من وضع الأمويين. والمصيبة أكو بعض الناس يردون يلملمون القضية، يردون يرضون كل الأطراف. أبداً، الإمام الحسن صلوات الله عليه، شوف خلي ألفت نظرك، لو كانت نتيجة خروج الإمام الحسن مثل نتيجة خروج الإمام الحسين صلوات الله عليهما، لخرج الإمام الحسن صلوات الله عليه على معاوية، لكن الظروف تختلف، المناخ يختلف، الأمور تختلف. معظم الذين بايعوا الإمام الحسن من المنافقين يظهرون أمر ويكتبون بالسر لمعاوية أمرا آخر. قائد جيش الإمام الحسن باع دينه، اقرأ في الروايات شوف، لم يبق عند الإمام الحسن صلوات الله عليه من شيء، فعقد الهدنة
واللي يحب يراجع ويشوف الأسباب اللي أدت إلى عقد الهدنة بينه وبين معاوية. اللي يحب يراجع ويشوف كتب التاريخ تذكر لماذا تخيل معاوية قام يرسل جواسيس يحرقون بيوت الناس العزل باسم الإمام الحسن، ولا يتصورون البعض أنه هاي الأفعال ما يقدر يسويها الإمام الحسن، هو يقدر، هم عنده ناس يدزهم يحرقون ويقول هاي معاوية، لكن أبدا، الإيمان قيد الفتك. وإن شاء الله تعالى أمر على هذه العبارة حصرا أشرحها بالتفصيل الدقيق. لكن وضع شروط الإمام الحسن صلوات الله عليه لهذه الهدنة: أولا أن يعمل معاوية بكتاب الله وسنة نبيه، اثنين أن لا يعهد عهدا من بعده لأحد، القضية الثالثة أن يفضل الهاشميين بالعطاء بعد القضية الأخرى المؤمنين شيعة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، شيعة الإمام الحسن عليه السلام أن يكونوا في مأمن، والكثير من الشروط. بالتالي معاوية قال هذه الشروط كلها تحت قدمي ولا أفي بها، قال كل اللي نطيته للحسن ابن علي لا أفي به وهو تحت قدمي هاتين. والله لقد كان غدارا مثل ما يقول البعض. معاوية نقض، والمفروض القرآن الكريم يقول وأوفوا بالعهد، لكن هؤلاء ما أسلموا ولكن استسلموا. إن شاء الله أمر عليها هذه العبائر. أعود إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة، يقول لولده الإمام الحسن مبينا اتحاده به، اتحاد الوالد بولده، يقول له ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، لو أصابك سرور من الدنيا أصابني ذلك السرور، أصابك الحزن في الدنيا أصابني ذلك الحزن، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي هذا مستظهرا به مستعينا به. أي كتاب؟ وصيت للإمام الحسن صلوات الله عليهما اللي موجودة في الجزء الثالث في نهج البلاغة رقمها 31. على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة، والسلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته.